ما كنتش حاطط في حسابي طبعا الاعمار بيد الله، لكن ما كنتش حسابي يعني سنيا انا المفروض اروح الاول مش هي، ما كنتش عامل حسابي. عشان كده من هنا كانت الصدمه، وكانت صدمه جامده قوي 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 قوي. دكتور عزت ابو عوف، اتخرجت من كليه الطب بدرجه امتياز مع مكتبه الشرف. جدا احنا منتهى الشرف جدا، كانت اول مره يدوها في الجمهوريه. لكن الحقيقه الملف بتاعك بيقول غير كده. دي مقبول يا ستي، مقبول مقبول. يعني ما انتش سعيد؟ عارف ما انتش سعيد ليه؟ عشان بتستحمل. انت ما تعرفش تعمل حاجه غير انك تستحمل يا فندم. شبعان يدني. واوعى تنسى ان جيلي كافح كتير عشان مصر يبقى فيها شباب من نوعك. متأكد إن حاجة زي دي ممكن تحصل. مصاريف العلاج الصراحة كانت مكلفة جدا جدا، فاستنفذت تقريبا، وانا ما بعرفش احوش اصلا، يعني لو حوشت بحوش كلام فاضي. مع اللي هو يقول لك ما عملش حساب الزمن يعني. بالظبط، ده انا، ده انا شخصيا. سامحوني يا ابني، مفعل شويه.